الله، انا لما اجي على الاوازيس واحه الفنون برعايه اوستراكا ومحمد حميده واختياراته الجميله للناس الجميله، الفن التشكيلي حاجه بتغسل كل التعب، لوحه حلوه تنقلك لمكان تاني، تعبر لك عن اللي هو صعب انك تعبر عنه. من اصعب انواع الفنون التشكيليه البورتريه. بورتريه للناس اللي مش متخصصة قوي، اللي هو رسم الوش. ليه بقى؟ لأنه أي تفصيل صغير في عدم تناسق لون، مقاسات، أحجام، بتكون أنت خرجت من البورتري بشكل مشوه. وهنا صعوبة أن يقال عن فنان تشكيلي، لا شك الفنان التشكيلي بيرسم كل حاجة، وقد يكون حتى بيرسم من كلاسيكي إلى تجريدي، يعني ليس لونا واحدا. لكن أن يكون متخصص وشاطر في حتة البورتري اللي احنا شفناه الفيلم، فهذا يعني أنها موهبة مختلفة مش عادي. مدهشة ضيفتي أسماء الخوري، شرفتيني. أهلا بحضرتك. الحقيقة أن المقدمة اللي أنا عملتها هي انطلاقا من الفيلم اللي أنا شفت التخصص وقراءتي عنك. حكاية رسم الوشوش، أنا متأسفة بس هما في برنامج طبيخ قبلينا فلازم يبقى فيه على طول رائحة الطبيخ، والطبيخ هل كان في الاستوديو. رسم الوشوش بالدقة دي، بالروح ده، اتعلمتيها، ابتديتي ايه؟ ابتديتي كلاسيكي، اتعلمتيها ازاي؟ كلاسيك 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 ودراسة تشريح. طيب البدايات عندك كنت متأثرة بمدرسة ايه؟ أنا في الأول كنت متأثرة طبعا بالحاجات الكلاسيكية، يعني ما كنتش ببص أو أركز للفنون الحديثة قوي. أنت عارفة أنه فيكي كتير من المدرسة الانطباعية، فيكي إمبريشنيست، فيكي المية بتاعة الفلاش، اللحم اللي شوفي اللحم قد إيه نابض عندك، ده ما بتلاقيهوش إلا عند كبار النجوم اللي رسموا رينوار، رامبرانت. بنوته جميله، عندك كم سنه؟ انا 30. 30 وهذا الابداع، هذه الحلاوه. كبرت الحمد لله. طب كلميني عن معارضك، هل عملتي معارض قبل كده؟ عملت، يعني انا بجهز المعرض الخامس دلوقتي، يعني بس اتاجل طبعا بسبب الكورونا للاسف. بس لكن يعني بحاول اعمل معارض كتير، وعشان وكل معرض بحاول اقدم حاجه جديده، ما بقدمش نفس الحاجه. الوشوش عندي كانها، عفوا، كانه وشك. لجات ان ارسم من المرايه. يعني بالظبط، يعني كده شويه السيلف بورتري، تقفي قدام المرايه قدام زي المرايه. كبار على فكره السيلف بورتري، مثلا مين اللي اكتر حد كان مشهور؟ رامبرانت وفان جوخ. انا عندي فان جوخ بالبرنيطه بتاعته. أيوة. السيلف بورتري. عندي اللوحه طبعا مش الاصليه. لو الاصليه هي جفر. لو دخلت بيتي هتتخضي، يعني الصالون بتاعي مرسم عشرات الصور لكبار الرسامين، وان شاء الله تنضم لوحتك برضك ليهم. الشكل الجميل ده الشرقي، في ده من الشرقيات، ده اورينتال. ايوه، ده انت داخله كده على العالم الاورينتال. حبيت اعمل حاجه المستشرقين بالظبط كده. بالظبط، لان يعني كنت بنبهر جدا بلوحات المستشرقين، بس ببقى زعلانه لانهم اوروبيين وبيرسموا عن الشرق، عايزه الشرق يرسم عن الشرق. الشرق لما بيرسم عن الشرق ما بيهتمش بالتفاصيل، الاكسسوارات اللي بتبهرهم. ايوه، يعني هم بتبهروا مبخره مثلا. ايوه، بتبهروا مش عارفه شيشه. احنا لا، بس ممكن نعمل الشيشه نفسها بس من غير التفاصيل اللي هم بيهتموا بيها، وهذا لا يعيبهم. انا في مستشرقين من الرسامين بديعين، ده حقيقي طبعا. رسموا الصحراء بتفاصيل الوان غير عاديه. مائي وزيتي حضرتك بنفس الجودة؟ لا، يعني بترسمي مائي أو زيتي؟ بشتغل أكتر أويل بينتينج. أويل. وبعد كده ممكن أعمل جواش، ممكن أعمل تشاركول، فحم. بس بحب أنوع. ما شفتش فحم. ده هو فحم. ده فحم. يعني قد إيه حلوة كأنها فوتوغرافيا، يعني تشوفيها
انا حابه قوي كم المدارس، عارفه التاتشات النفره الفوسفوريه عندك، انا كنت فاكره انك بتخلطي الزيت بماده فوسفوريه معينه لا كمعجونه. لا 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 لا، كلها الوان، كلها الوان زيتي. الله 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 الله. بس اللون يبقى نقي. تعملي ايه يعني؟ انا سالني واحد من انا صديقه الفنانين التشكيليين، قال لي مادلين احيانا بقول طب احنا بنرسم لمين؟ السؤال صعب جدا. انت بترسمي لمين؟ انا الفنان الاول لما بيجي يشتغل في مجال الفن هو بيشتغل لنفسه، وبعد كده بيقدم شغله للناس. انا عايزه الناس ترجع تحب الفن التشكيلي، لانها بعدت عنه شويه، وعشان كده بقدم فن بسيط، ما بحطش حاجات ابستراكت تبقى الانسان مش قادر يفهم. بالظبط العادي بالظبط كده. تهتمي بانك تفكري كده؟ والله برافو عليكي جدا. بس انا شايفه ان ده هدف بعيد شويه، بس لان كل ما يدى التكنولوجيا بتتطور. ايه الحل تفتكري؟ الحل، انا شايفه ان الحل في المدارس، نربيهم للاطفال على انه نرجع. فاكره من زمان والدتك مثلا هتكون قالت لك انه كان في عندنا ساعه اسمها نشاط فني، نشاط كانفا، نشاط طبعا. رسم طبعا. نشاط مزيكا. معرفش الساعه دي يعني مش موجوده في كل المدارس. المدارس ومش موجوده يعني، حتى لما ساعات بلاقي طفل بيبقى عنده موهبه بتبقى الاسره مش عايزاه يخش مجال الفن التشكيل، بيبقوا خايفين. بيبقى عايز يخش طب او هندسه، كليات القمه. فده دي مش حاجه يعني كويسه. بس عارفه زمن الكورونا دخلنا الى حاجات تانية كمان، الى مهن تانية، الى اختصاصات تانية. فأتمنى على أنه يبقى في اهتمام بالفن من صغر عشان تربي الذوق ده، ولا إزاي هو هيقف قدام أي لوحة ويبقى فاهمها بالظبط كده. يعني كان في متحف محمود خليل محمدش كان يعرف عنه حاجة. يعني كنت بروح ببقى لوحدي. كان المفروض يبقى في مدارس أطفال يشوفوا الأعمال دي. تفتكري النقد يعني؟ انا من النقاد خالد بغدادي، دكتور خالد بغدادي، بحب نقده للفن التشكيلي لانه تلاقيه يغني وبيدي معلومه. هل احنا مازال يعني عندنا نقاد حقيقيين يخشوا معرض وتطلعي منهم بفايده؟ هو النقد في الفن التشكيلي بقى جاي من يعني من المجال نفسه، من الوسط نفسه، لانه ما هوش فن جمهوره عالي وواسع زي الفن السينما والغناء وما شابه يعني. وكمان ان الفن التشكيلي دلوقتي بقى مفتوح، كل واحد ممكن يعمل اللي هو عايزه، ما فيش قيود، ما فيش رولز على الفنان تحكمه هو بيعمل العمل. طب هي ايه اللي لازم ده صح ولا لازم يبقى في قيود؟ يعني انا حابه اسمع رايك كده كبنوته صغيره. هو انا احب ادرس القيود الاول وبعد كده اطلع بحاجه جديده، لان لو بدات مثلا بالتكعبيه مش هطلع بشيء جديد، هفضل طول عمري بالتكعبيه. فده مش مظبوط. في ناس بتنط من مرحله الدراسه وتخش في الفن الابستراكت على طول، وده انا مش موافقاه الحقيقه. بصي، هو انت ممكن تعملي الابستراكت او الفن التجريدي اللي هو بيكاسو قد يكون لجأ له في اخر ايامه. بالظبط. بس هو لما ابتدى بيبتدي كلاسيكي، بدا كلاسيك يعني. نشوف شغله في بداياته وفي مراحله، وانه درس كلاسيك يعني جامد جدا يعني. بقالك كام سنه بترسمي؟ لا كتير قوي قوي. من وانا طفله. وانا بسالك كده عشان اقول لك ما عديتيش في مراحل مختلفه يعني، في مرحله من عمرك حاجه، في ايه المراحل اللي من خلال شغلك تطورت تغيرت؟ انا يعني في الاول كنت بشتغل كلاسيك صرف، بعد كده زي ما حضرتك قلتي في انطباعيه، ضربت الفرشه باينه يعني، حابه افضل اهتم بالنسب وبالفجر، بس اقدمه بشكل عصري اكتر. انا بحييكي على كلمه انك مهتميه بالنسب. يا ما شفت رسوم رائعة، إنما نسب مشوهة ما تقبلهاش. بالظبط كده. لازم التدقيق في حكاية البروبورشنز، الوش، المناخير، العينين. لكن لازم تطلعي من الوجه الواحد، علما أنه في رسامين عالميين أحبوا امرأة واحدة ورسموها في كل الواحد. لكن لأنك يعني قادرة، يعني أنا شايفة الريشة بتاعتك مطيعة. انا لجأت ان ارسم نفسي لاني كنت عايزه ارسم كل يوم،
وما كنتش عايزه ارجع للفوتوغرافيا نهائي لانها بتعيق الفنان، مش هتوصل لي. ما تجيبي مامتك، ما تجيبي اختك، هي مش فاضيين. لا معلش، طب نقعد ساعتين، طب نقوم نعمل حاجه. انت بتحتاجي اسمها الموديل مش كده؟ اه الموديل. اه تقعد قدامك قد ايه عشان تقدري ترسميها؟ يعني دلوقتي بعد الشغل الكتير ساعتين مثلا. كام؟ ساعتين. ساعتين؟ اه ساعتين عشان تقدري تاخدي التفاصيل. تفاصيل اه. هجيلك اقعد ساعتين. نوريني. انا بعشق الفن التشكيلي، فن راقي. وفي مصر بقى عندنا فنانين زي اسماء خوري الجميله، واتمنى اني يعني اشوف لك ان شاء الله معرض قريب جدا ان شاء الله بكم من هذه البورتريهات البديعه. اكيد ان شاء الله. واحه جميله، ريحتيني واسعدتيني، وحلوه يا دنيا.